دائما كنقول لكم الحياه عباره عن لعبه فلعب جيدا، والحياه عباره عن لعبه واللعبه تنتهي. كيفاش الحياه عباره عن لعبه واللعبه تنتهي واللعبه جيدا؟ دائما كنقولوا الحياه عباره عن لعبه فلعب جيدا، اي الحياه راه بحال شي لعبه، تقاتل على اهدافك، موت على اهدافك. الا كنتي باغي دير شي حاجه ديرها، الا كنتي باغي توصل لشي حاجه وصل ليها، الا كنتي باغي تعيش واحد الحياه بواحد الطريقه معينه تقاتل باش تعيش بطريقه معينه. الحياه راه غير لعبه، حيت راه حتى لعبه بلا ما تاخذوا بديك الفكره ديال الحياه ما نعرف شنو غتبقى عايشه ابدا، حيت ما غتعيش ابدا. اوكي الاكبر كبيره الحياه ما غاتعيش ابدا، هذه الاولى. اي تقاتل، ما تستسلمش، لا استسلام. الحياه عباره عن لعبه فلعب جيدا، لعب مزيان، تقاتل، موت. والحياه عباره عن لعبه واللعبه تنتهي. هاد اللعبه الحياه هادي كلها غتسالي، حنا غنموتو غادي نموتو، اللعبه غتسالي غتسالي. داكشي اش تقاتل على الاهداف ديالك، موت على الاهداف ديالك، طيح ونوض وطيح ونوض وطيح ونوض وطيح ونوض الى الممات حتى تحقق داك الهدف ديالك. حيت دابا الا جلستي وتخيلتي راسك في الفراش ديال الموت وحسستي داك الشعور، غتعرف شنو هي الحوايج اللي كنتي خاصك عليك ديرها وخاصك تنوض وديرها. اغلبيه ديال الناس غايقول لك مثلا ما عشت الحياه اللي بغيتها، كاين الناس اللي غايقول لك ما عشتش مع الاسره ديالي، ما عشتش مع وليداتي، ما خرجتش، كنت باغي نمشي داك البلاد من الطفوله ديالي ولكن ما مشيتش ليا، بقيت مقابل غير الدنيا، بقيت مقابل غير الخدمه، بقيت مقابل غير الناس. كنت باغي نسافر ديك الدوله ولكن ما مشيتش ليا، كنت باغي نولي لاعب كره قدم ولكن ما قدرتش، كنت باغي نولي مشهور في الاغاني ما قدرتش، كنت باغي نولي من المتدينين الكبار ولكن ما درتش، بقيت ملاهي مع الدنيا وملاهي مع الوقت وملاهي مع الناس. ركزوا على اهدافكم وحققوا اهدافكم وتقاتلوا على اهدافكم وتشوف وعيش وشوف شنو باغي انت في الحياه هذه، ما تشوفش الناس شنو باغيين، شوف انت شنو باغي، شوف الحاجه اللي كتبغيها وديك اللي كتبغيها هي ديرها. ونسى عليا بنادم، ونسى عليا الراي ديال الناس، ونسى عليا النظره ديال العالم في كيفاش دايره. شوف انت راسك شنو باغي ونوض تقاتل. الحياه عباره عن لعبه فلعب جيدا، الحياه عباره عن لعبه واللعبه تنتهي.